Hallo, Primary Three. Hello. Hallo, رشا. هلو. أنا بس هنتظر صحابكم كلهم يجوا عشان نبدأ السيشن. Open your booklet page 216. لا 217. اوكي دلوقتي يلا هنبدأ يا ولاد الدرس بتاعي اسمه using the relation between multiplication and division in real life. ازاي هقدر استخدم ال divided and multiply. طب ثانية واحدة مفتوح. Please page what? 217. كلنا فاتحين ولا لسه؟ Yes, miss. Yes. طب هقفل الصوت عشان اعرف اشرح. اوكي حبايبي انا معاكم دلوقتي بس قفلت الصوت عشان هقدر اشرح دلوقتي الليسون بتاعنا 217 using the relation between multiplication and division in a real life. ازاي هقدر استخدم المالتبلاي والديفيجن في حياتنا كلها. دلوقتي انا مديني 3 numbers وفي number فيهم missing مش موجود وهيبقى ما بينهم relation بالmultiply and divide. هيبقى ما بينهم relation بالmultiply and divide. يا ترى النمبر بتاعي دوت ممكن يبقى ايه هنا؟ تعالوا نشوف ايه الرقمين اللي كانوا times بعض يدونا 10. يبقى دوت multiply table 5. Can you count your 5؟ Yes. 5 10. عملت count what يا ولاد؟ عملت count 2. يبقى أنا هكتب هنا 5 times 2 = 10. يبقى هنا الرقم بتاعي الميسنج هو ثانية واحدة. الرقم الميسنج بتاعي هو 2. هحاول اكتب بخط احسن من كده. هنا 2 multiply 5. معلش الماوس بيعلق. وهنا 2 multiply 5 equal 10. طب اقدر اكتب اللي بعديها نفس علاقة المالتبليكيشن ممكن تبقى ايه يا ولاد؟ ايوه ممكن تبقى 5 multiply 2 equal 10. يبقى انا ممكن 2 multiply 5 equal 10 او 5 multiply 2 equal 10. طيب هي نفس 3 numbers في الفاكت family ممكن اعملهم divide. هاخد النمبر البيجر اللي هو 10. ثانية واحدة. أخد النمبر البيجر اللي هو 10. أعمله divided 2 equal 5. طيب ونفس الرقم البيج تاني اللي هو 10 multiply 5 equal 2. معلش يا ولاد الخط انا هقول لكم النمبرز اللي هنا كتبناها. هنا كتبنا 2
هنا كتبنا 2 by 5 equal 10. هنا كتبنا 5 multiply 2 equal 10. هنا كتبنا 10 divide 2 equal 5. يبقى هما 3 numbers انا بلعب معاهم لعبه اسمها fact family. هفتح الصوت عليكم دلوقتي هعرف انتوا فهمتوا ولا لا. يا حبايبي ايه الاخبار؟ فهمت؟ ليش انا فهمت؟ أنا مش فاهمة. طيب ماشي برافو. اللي فهم أنا فاهمة. أوكي اللي فهم برافو جدا. اللي ما فهمش أنا هشرح الإكزامبل اللي جاي ويركز معايا. طيب لو سمحتوا اللي فهم يحل الإكزامبل اللي جاي لوحده. واللي ما فهمش يستنى أنا هشرح الإكزامبل اللي جاي وهو يفهم معايا أكتر. ميس اتفضل. ميس اتفضل. ايوه يا انا من اول خالص كده عارف ال فاكت فاميلي. برافو عليك. يلا نشوف الاكزامبل الدرس اللي قبليه وهو روبا. عايزه ايه روبا؟ يا مسا حليت الاثنين. برافو يا روبا. يلا بسرعه انا شايفه ان انت حليت الاثنين يا يلا دلوقتي حبايبي انا قفلت الصوت. انا دلوقتي عندي هنا 3 نمبر 15 و5 وعندي نمبر مس. ايه الرقم اللي كان multiply 5 يدينا 15؟ تعالوا نعمل count 5 5 10 15. عملت count كام exactly؟ عملت count 3. برافو. طيب يا ولاد تعالوا بقى نكتب الفاكت فاميلي. هنا هتبقى ايه؟ 3 by 5 equal 15. وممكن تبقى 5 multiply 3 equal 15. طب وهنعمل ايه في الديفايدد؟ الديفايدد باخد النمبر البيجر هو اللي احطه الاول عندي. النمبر البيجر هو كام؟ 15 divided 3 equal 5. and the 15 divided 5 equal 3. سهلة جدا الفاكت فاميلي ومعتمدة على تايم تيبل. يلا بسرعة نخش على السؤال نمبر 2. اوكي طبعا حبايبي الشطار برايمري 3 اللي حافظين التايم تيبل هيبقى بالنسبة لهم الكويتشن ده سهل جدا. مسألة باي او ديفايدد ميسنج ذا نمبر وانا هحاول اجيب الانسر. 9 باي وات ايكوال 45. يلا هفتح صوت وهسمع الشطار عارفينها ولا لا. يلا حبايبي سامعاكم. 9 times 5 exactly. 7 by what equals 42 6. super حبايبي مبسوطه منكم قوي انتوا حافظين التايم تيبل. 15 divided what equal 3 مش 2. برافو عليكم. 9 by what equal 18 2 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
نعم يا ملك. انا احمد بس انا مش ملك. احمد ايوه يا احمد اتفضل. بص يا ميس، هو من الاول اصلا الدرس ده انا عارفه. برافو عليك احمد. احنا خلينا نتكلم في الليسون دوت بس عشان صحابك ما يتلخبطوش. يلا دلوقتي انا هقفل الصوت عليكم لغايه ما اشرح. طب ممكن تخلي احنا نجاوب؟ حاضر،
ما هو أنا بس عشان معانا ممكن حد يتكلم وغيره ما يفهمش، فأنا هشرح وأخليكم تجاوبوا في جزء معين من الكويتشن. طيب حبايبي دلوقتي بيقول لي read and solve question عندي فيها fact family وأنا هبدأ أحلها. يعني أنا ممكن fact family يجي لي word problem؟ أيوة طبعا ممكن يجي لي word problem. تعالوا نقرأ كده ونشوف. A farmer collected 72 eggs daily. كان عندي مزارع كل يوم بيحصل على 72 eggs daily. daily يعني كل يوم. If the hen lies، لو تعرف إن كل دجاجة بتضع 9 eggs، بيبقى هي بتديله 9 eggs daily، يبقى هو بيحصل في اليوم على 72 وكل دجاجة كانت بتديله 9. أنت عايز تعرف إيه؟ How many hens are there in his farmer؟ يا ترى كام hens كانت موجودة في الفارمر؟ هو هنا بيوضح لي، بيقول لي إن الرقم الكبير في المسائل ديت بتبقى اسمها divided، والرقم الصغير بيبقى اسمه divisor. طيب والأنسر بتاعي؟ الأنسر بتاعي أنا أقدر أعمله بأي طريقة من الفور دول. ممكن أعمل 72 divided 9. 72 divided 9 equal what? Yes, equal 8. Equal 8. طيب هقدر إن أكمل كل الإكويشن ديت؟ Yes. 72 divided 8 equal 9. 8 by 9 equal 72. 9 by 8 equal 72. There are how many hens في الآخر؟ كانت الإجابة بتاعتي إيه؟ There are 8 hens. Okay. هشرحها تاني للي ما فهمهاش. اللي ما فهمهاش لو سمحت يركز معايا. أنا عندي word problem عن الفاكت فاميلي. طب الفاكت فاميلي ديت ممكن كانت تجيلي واضحة وصريحة زي البيج اللي قبليها، وممكن تجيلي في word problem زي ديت. هو هنا بيلمي عندنا حاجة إن أنا أعرف أجيب الإجابة عن كذا طريقة. ممكن أتخيلها بالdivided وممكن أتخيلها بالby. طيب A farmer collected 72 eggs daily. المزارع دوت كان كل يوم بيلاقي المزرعة بتاعته فيها 72 egg. In if the hen lays 9 egg، لو انت عرفت ان كل hens دجاجة في المزرعة كانت بتضع لي 9 eggs. طب انا عايزة اعرف how many hens are there in farmer. انا عندي عايزة اعرف كام hens في الفارمر دول. باخد الرقم دوت عمله divided 9 اهي. 72 divided 9 equal 8. او ممكن اتخيل اقول 72 divided what equal 9 او divided 8. طب او ممكن اقول what is the number by 9 equal 72 equal 8. طيب ممكن اقول 9 by what equal 72 برضو هتكون 8. يبقى there are 8 hens. طبعا احلى طريقة او اسرع طريقة ان انا اخد 72 الرقم الكبير اللي هو ادهولي اعمله divided على 9 عشان اعرف العدد. هفتح الصوت عشان نحل الاكزامبل اللي جاي انا وانتو مع بعض. اوكي هاي حبايبي فهمتوها؟ بيس بيس بيس. لا ما فهمتهاش. فهمتها. احمد شريف عايز حاجه يا احمد؟ لا مش انا حافظ كله 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 كله. طيب ماشي ملك. مش انا ما فهمتهاش. طب انا هشرح الاكزامبل اللي جاي وهو الاكزامبل اللي جاي انا شرحتها مرتين وهشرح الاكزامبل اللي جاي نفس الفكره. ارجوكي ركزي معايا. اوكي حبيبتي انا مش هقفل الصوت بس ما حدش يتكلم لغايه ما اخلص شرح. اوكي ذا كوتش خالد نيد تو ديفايدد 42 children. كان عندي مدرب اسمه خالد عايز يعمل ديفايدد يقسم 42 children into teams of 6 على كذا فريق، بس لازم يبقى عدد الفريق بتاعي 6.
يا ترى هيعمل how many teams will you have؟ يا ترى هيبقى عنده كام فريق؟ تاني يا ولاد، the coach خالد need to divide 42 children into teams. الكوتش في مدرب اسمه خالد كان عنده 42 children، عدد من الأطفال، وكان عايز يقسمهم على teams، فرق، بس لازم كل فريق يبقى فيه 6 بس، 6 each. How many teams will he have؟ يا ترى هيبقى عنده كام teams؟ أنا بحب، يس، عملنا إيه؟ جبنا ال 42 divided 6 equal what؟ يس، equal 7. طب ممكن أعمل fact family؟ يس، 42 divided 7 equal 6، 7 by 6 equal 42، 6 by 7 equal 42، he will have is 7. هيا يا ولاد فهمتوها؟ ميز، بس في اللي فوقيها احنا ما كان في حته كده كاتبين لنا فيها ديفيزر اكس. لا يا حبيبتي، دي احنا انا قلت ان هو بيعرفنا على ان الرقم الكبير بيبقى اسمه ديفايدند، والرقم الصغير بيبقى اسمه ديفيزور، ملهاش علاقه بالانسر خالص، دي معلومه ليكي. يلا بقى نحاول نجاوب بسرعه الاكزامبل اللي بعديها. بص، هو ام اي، هو هنا بيسألك انا مين؟ choose the correct answer. في نمبر هيقول على نفسه معلومات، واحنا نحاول نشوف الانسر، المعلومات ديت هو اي انسر. I am a number with one in tens، يعني انا نمبر التنز بتاعي 1، and I have 6 different factors، وليا 6 different factor. طيب ازاي يا ولاد اعرف الفاكتور؟ انا بص كده الاقي ان الرقم ده التنز بتاع 1، الرقم ده التنز بتاع 1، الرقم ده التنز بتاع 1، بيقول لي انا ليا 6 فاكتور. تعالوا نشوف الفاكتور. لو مثلا انا هاخد نمبر زي نمبر 10، الفاكتور بتاع نمبر 10 عباره عن 1 باي 10، كل الحاجات اللي بتدينا 10 في التيبل، و2 باي 5. انا عندي هاو ميني فاكتور هنا؟ 1 2 3 4، هم دول الفاكتور اللي بيدوني نمبر 10. هلاقي لا غلط، هو عايز ايه؟ عايز 6 فاكتور. طب يبقى اول نمبر ده لا مش هو. هاجي بقى اشوف، اجرب النمبر الثاني واشوف هو فعلا هينفع ولا لا. ركزوا معايا وهشرحها تاني. نمبر 2، نمبر 12، هجرب الفاكتور بتاعه واشوفهم هيطلعوا 6 ولا لا. ايه هما الفاكتور بتوع 12؟ 1 باي 12، الكتابه ظاهره عندكم؟ يس yes. 1 باي 12 و 2 باي 6 و 3 باي 2، نو باي 4، معلش الخط كده. يبقى انا عندي هما دول النمبرز اللي ممكن يدوني عدد 12. يا ترى هما 6 ديفرنت فاكتور؟ يس، 1 2 3 4 5 6. يبقى النمبر اللي هو بيتكلم عليه هو نمبر ايه يا ولاد؟ هو نمبر 12. تاني يا أولاد، السؤال بيسأل على نمبر زي فزورة وأنا بحاول أحلها. بيقول لي I am a number with one in tens، and the number التنز بتاعي is one، and I have 6 different factor. فأنا جربت ال 10 ما نفعتش، وجربت ال 12 لقيتها نفعت، وهي ديت الأنسر. طيب بس هو قال 6، أنا ظهري 3. ظهر لك 3 ازاي؟ ظهر لي بتاعت 1 و2 و3، احنا ما قلناش ولا 4 ولا. فين يا حبيبتي؟ انا الارقام اللي بتديني الاجابه 12، ايه الارقام اللي كانت ممكن تديكي اجابه 12 في التيبل؟ عندي 1 باي 12، 2 باي 6، 3 باي 4، وطبعا 4 باي 3، بس هما ذا سيم نمبر فما بكتبهمش. مفيش اي حاجه في التيبل تاني خالص تدينا 12، فاجي اعد الفاكتور هلاقيهم 6.
يلا اللي بعديها يا أولاد، اللي بعديها ركزوا معايا. I am a double of 10. أنا رقم مضاعفات التن. وعندي 4 is a 1 my factor. وعندي رقم 4 في الفاكتور 20. برافو اللي قال 20 صح، بس ممكن أفهم صحابك جات ازاي. طبعا كل الأرقام عندي هنا هي دبل. دبل ماشي يا أحمد. كل الأرقام اللي عندي هنا هي الدبل للتن. 10 20 30 هي كلها مضاعفات التن. طيب تعالوا نجرب الفاكتور بتاعت 20 كده ونشوفها هي برضو فاكتور ولا لا. الفاكتور بتاعت 20 1 by 20 وإيه تاني و 4 by 5. برافو، يبقى فعلا الفور موجودة فاكتور من تيبل 20. يلا دلوقتي change your paper. Open page 219. Miss, I don't understand. Okay، يلا هنكمل دلوقتي نفس الفكرة اللي احنا كنا بنقول عليها. I am a number with a 5 in ones. أنا الرقم عندي ال 5 في ال ones. ال ones بتاعي 5. أبص هنا ألاقي هنا في ones 5. أبص هنا ألاقي في ones 5. أبص هنا ألاقي 5. بس معلش لو سمحتوا صلحوا ديت خلوها 16. معلش صلحوا ديت خلوها 16. بالنسبة أنا برضو لما نشرح تاني هتفهميها، بس دلوقتي صلحوا الإجابة ديت خلوها بدل 15-16. أنا لسه ما جاوبتهاش، أنا لسه هشرحها. أنا بس عندي هنا رقم كان مكتوب غلط فبخليكي تعدلي. دلوقتي يا ولاد I am a number with 5 in ones. أبص كده ألاقي دوت فيه هنا 1 to 5، هنا 1 to 6، هنا 1 to 5. يبقى الرقم ده لأ مش هاخده معايا. بيقول لي have 4 different factor. عندي 4 different factor، فهاجي هعمل الفاكتور بتاعت 25. ايه هي الفاكتور بتاعت 25؟ 1 by 25. وايه تاني يا ولاد؟ و5 10 by 2. لا 10 by 2 equals 20. و5 by 5. اوكي هما دول الفاكتور يا ولاد بتوع 25. هو عايز كام فاكتور بقى؟ عايز 4 ديفرنت، اربعه مختلفين. 35. ماشي ماشي بس يا حبيبي انا بخلي اصحابك يفهموا. لو انا عديت هنا الفاكتور هلاقي ان انا عندي 2 ذا سيم، فمش هعدهم، مش هعد دوت. يبقى انا عندي هنا 3 فاكتور. لا غلط، هو عايز 4 فاكتور. عايز ايه يا ولاد؟ 4 فاكتور. طب هجرب 35. انا عارفه طبعا الولاد الشطاره اللي عرفوا يجيبوها من اول مره، بس برضو انا بشوف زمايلكم يفهموها واحده واحده. طب 35 عباره عن 1 باي 35 وعباره عن ايه تاني يا ولاد؟ 5 باي 7. بس خلاص 7. يا ترى دول 4 different factor؟ yes 1 2 3 4. كلهم مختلفين عن بعض، يبقى الإجابة هي إيه يا أولاد؟ 35. طيب يلا نخش على السؤال اللي بعديه بسرعة. هنا بيقول لي إيه يا أولاد؟ 8. برافو يا أحمد. 8 is one of my factor. أنا عندي رقم 8. برافو. أنا عندي الـ 8 موجودة في الفاكتور بتاعي فعلاً، وهو بيقول لي I am multiply of 10 وأنا موجود في تيبل 10، ففعلاً الـ 40 عبارة عن 4 by 10 وعبارة عن 8 by 5 وهتبقى الإجابة 40. وعايزة أقول لكم حفظ تايم تيبل مهم جداً يا ولاد. لما بنحفظ تايم تيبل بنعرف تطلع الإجابة حلوة قوي. أنا شايفاكم إن أنتوا كلكم أنا حافظة يا مس، أنا حافظ ما شاء الله، كلكم شاطرين وحافظ. يلا دلوقتي يا ولاد يلا هسألكم 15 by 0 equal 150. غلط، زيرو. زيرو. أي حاجة مالتبلاي زيرو إيكوال زيرو. الزيرو ده أناني جدا وبيحب نفسه، لما يتعمل مالتبلاي أني نمبر بينزل زيرو. طب 24 باي 1 إيكوال 24.
same number. The same number. Yes, okay. طب هنا ديت الديستريبيوشن اللي احنا خدناها قبل كده، وهنقول 17 باي 9 دي كبيره عليا مش عارفه اعملها. لا طبعا ممكن اعملها. ليه نعمل ملتيبليكيشن؟ هنقسم 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 يس هنقسم ال 17 نحط هنا 10 مره ونحط هنا 7 مره. اوكي اوكي يا اولاد. طيب احنا بقيه البيج سهله مش صعبه، عايزين نفتح بيج 222 لو سمحتوا. اوبن بيج 222 ما حدش يتكلم الا اقفل الصوت عليكم كلكم. الحمد لله. Yes. ممكن ايه؟ اقول حاجة؟ اتفضلي. مين معايا؟ ملك محمد. اتفضلي يا ملك. احنا دلوقتي بيج 222 يلا بس عشان الوقت يقضي السيشن، وعايزة لسه افتح معاكم باوربوينت. يلا حبايبي دلوقتي احنا هنتكلم عن ايه باور بوينت. اسمعيني وانت هتشوفي ايه هو المالتيبليكيشن وايه هو الديفيجن. انا عايزه اتعرف واعرف الديفينيشن بتاعهم. المالتيبليكيشن هيلب اس تو دو كويك كاونت اراوند اس ذا لايف. المالتيبليكيشن بيساعدني ان انا اعد الحاجات اللي حواليا موجوده في الدنيا بسرعه جدا من غير ما بعمل بلس. طب ايه هو الديفيجن؟ الديفيجن هيلب اس ديسايد هاو تو شير اوف ا بارت اب لارج نمبر. لما يبقى عندي نمبر كبير ازاي اقدر اوزعه واقسمه بسرعه جدا، وده برضو في الريل لايف بيساعدني في حياتي. طيب دوت الديفينيشن مش موضوع درسنا دلوقتي. انا دلوقتي هحل الورد بروبلم دول. تعالوا يا اولاد نقرا الورد بروبلم الاولانيه. There are 10 apples. انا معايا 10 apples in each basket. في كل باسكت من الباسكت. How many apples are there in 6 basket؟ لو انا كان عندي كل باسكت في 10 apples. اوكي يا اولاد كل باسكت فيه كام؟ 10 ابل، وعندي 6 باسكت، يبقى انا عندي كام ابل؟ دي اكيد هعملها ملتبلاي. هاخد ال 10 ملتبلاي 6 ايكوال 2 لا طبعا ايكوال 60. طب يلا اللي بعديها. اللي بعديها there are 49 banana to divided equality among 7 children. أنا عندي 79 banana وعايزة أوزعهم divided على إيه يا أولاد؟ equality among 7 children. يبقى how many bananas will each children you have؟ يبقى كل طفل هياخد how many banana؟ هقول يا أولاد 49 divide 7 equal 7. برافو عليكم. معلش الخط بس انتوا بتحلوا معايا صح؟ يس. اوكي الخط احلى من خطي انا طبعًا. خطي وحش زي الزفت. لا انت احلى بكتير. طيب بصوا بقى يا اولاد مش ايكوال ايه؟ 7 برضه 49 divide 7 equal 7. طيب عايزين نعرف يا اولاد اللي بعديها عشان نقدر نحلها.
بيقول لي هنا يا ولاد هو مديني equation وبيقول لي لو سمحتي تقدري تألفي لي word problem. أنا مش هعرف أكتب بالماوس، هقراها لكم وأنتوا تكتبوها. بص يا ولاد بيقول لي use giving equation to form a story problem. لو سمحت الإيكويشن ديت اكتب عليها story problem. هقول له إيه؟ أنا عندي 7 وعندي 5. ممكن أقول له there are 7 orange. أنا عندي 7 orange in each basket. في كل basket. How many orange are there in 5 basket؟ يا ترى يبقى عندي كام اورنج في 5 باسكت؟ ايوه هنقول 7 تايم is orange what 5. هقراها لك تاني. 7 تايم 5 equal 35. ممكن يا ولاد تقولوا there are 7 orange in each basket. There are 7 orange in each basket. مش orange بتكتب ازاي؟ O-R-A-N-G-E. O-R-A-N-G-E. مش براحة شوي. There are 7 orange in each basket. Each basket. Okay, how many orange are there in 5 basket? How many? طب هقول بس عايزة بسرعة عشان أفتح الكويتشن البعدي. There are 7 orange in each basket, okay? Okay. How many orange? How many? Are there in 5 basket? In 5 basket? Basket what? بس عوب نكتب 7 time 5 equal 35. There are 7 orange in each basket. Miss basket what? طيب there are 7. ماشي. There are 7 orange in each basket. How many orange are there in 5 basket? عايزة أقول لكم إن السيشن دي بتبقى متسجلة صوت وصورة وبتنزل على القناة بتاعة الواحة وتقدروا ترجعوا لها تاني وتقدروا تسمعوا الكويتشن. أوكي؟ دلوقتي هنفتح حاجة تانية. نيو شير. ثانية واحدة. Okay. بيتش وات؟ لا مش بيتش. احنا خلصنا الكتاب. انا عايزاكم تركزوا معايا هنا. خلصنا الكتاب. يلا دلوقتي ايه بقى يا ولاد؟ انا دلوقتي في الكويتشن اللي فاتت هو اداني equation وانا عملت ايه؟ عملت عليها word problem. هنا يلا دلوقتي نلعب ونتفرج على الباوربوينت ديت، وهو برضو هنا هيديني equation وانا هعمل عليها story problem. forming multiplication and division story problem. تعالوا نشوف هنا كده يا حبايبي ممكن يبقى ايه. A picking of candy hold 10 candy sweets. How many sweets in 8 packets? مدام يا ولاد مديني 2 numbers صغيرين يبقى هيطلب مني أكيد أعمل multiply. ثانية واحدة عشان في حاجة. Yes, okay. يبقى هناخد يا ولاد 10 نعملها multiply 8 هيبقى الإجابة عندي 80. أوكي. طب تعالوا نشوف اللي بعديها. use giving equation to form a story problem. هو can I answer? أوكي بس استنى حبيبي نفهم لزمايلنا. دلوقتي هو مديني هنا just بس سيبك من كل الحاجات اللي على الشاشة ديت. هو الكويتشن عندي كاتب لي 8 by 6 وبيقول لي انت يا جميلة او يا استاذ يا جميل انت ألف عليها story problem.
فهو انا هتخيل هقول 8 باي 6 ممكن اعمل له ايه؟ هقول له a pick of crowns connected 8 crowns. يعني انا عندي crowns الوان، كان كل علبة فيها كام يا ولاد؟ 8. How many crowns in 6 packets؟ يبقى أنا لو عندي 6 علب ألوان هيبقى فيهم how many crowns؟ هعمل 8 by 6، هتطلع الإجابة عندي كام يا ولاد؟ 48. يلا نشوف اللي بعديها. Use give equation to form a story problem. لو سمحت الايكويشن ديت اعمل عليها ستوري بروبلم. هو بس كاتب لي 3 باي 4، انا هتخيل اقول اه ال 4 دوت ممكن يبقى عدد الليكس بتاع اي انيمال. يس اوكي. بس اي وانت تو ميك ا ستوري بروبلم. يس ممكن تعمل ذا ديفرنت ستوري بروبلم. انا كل بقى الحلوين الشطار في الانجليش يقدروا يعملوا لنا ستوري بروبلم كتيره قوي. بس انا اشطر واحد في الانجليش. انت جميل جدا وكلكم حلوين. هنقول مثلا هقول هاو ميني ليجز دو 3 دوج. طبعا انا عارفه ان اني دوج عنده هاو ميني ليج 4 هقول 3 اللي هي فعلا موجوده مالتيبلاي 4 ايكوال 12 ليج. يس اوكي يبقى انا عملت. اتفضل. هما المفروض يعملوا 4 باي 3 ماشي او 3 باي 4 وات ايفر. يعني احمد استنى شويه عشان زمايلنا يفهموا. يلا اللي بعديها اه طبعا انت عندك الهوم ورك النهارده، تقدري بقى تقولي ستوري بروبلم زي ما انت عايزه. اوكي دينا هات 20 ايج. بنوتة اسمها دينا كان عندها 20 egg. She used 4 egg to make one cake. استخدمت 4 egg بس عشان تعمل كيك. يا ترى how many cakes did she make؟ يا ترى هي هتعمل كام كيك بالايج اللي عندها دوت؟ هناخد 20 نعملها divided 4 هيطلع answer 5 cakes. طيب يبقى هنا ممكن يديني هنا زي هنا ممكن يديني الايكويشن وانا اعمل عليها ستوري بروبلم، وهنا ممكن يديني الستوري بروبلم وانا اقدر اعمل عليها ايه يا اولاد؟ الايكويشن بتاعتها. يو جيف ايكويشن تو فورم ستوري بروبلم. اهو هنا بقى يا اولاد اداني ايكويشن وطالب مني الستوري بروبلم. على فكره السيشن هيخلص كمان دقيقه واحده. هتخشوا على موقع الواحة وهتلاقوه نازل. وأنا كنت مبسوطة جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة، ويا رب أكون فدتكم وفهمتوا. هقرأ آخر ستوري بروبلم عشان لو الوقت قطع علينا أبقى كنت قلت لكم جود باي. ميس أنا بقرأ بسرعة. طيب يلا. Use giving equation to form a story problem. هو مديني بس 56 divided 7 وأنا هألف عليها ستوري بروبلم. ممكن أقول عمر بايت 56.